بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة. أول ديسيز اللي هو الفراكتشر. الفراكتشر يعني الكسر أو الكسور. الفراكتشر ديفينيشن بتاعه is a break in a bone and can occur at any age and in any bone. يعني هو عبارة عن كسر في الايه العظمة، وده ممكن يحصل at any age او اي bone. Sometimes the fracture are minor and are treated in an ambulatory basis. يعني لما بيكون كسر صغير تمام بقدر ان انا اعمل له علاج عن طريق اي ambulatory basis، اي مثلا جبس كبيرة تمام. طيب بعض الفراكتشر ار مور كومبلكس، بتبقى معقده شويه، وهنشوف دلوقتي اشكال مختلفه من الفراكتشر. اند ريكوير سيرجيكال انترفينشن، دي بتحتاج لتدخل جراحي، بتحتاج لهوسبيتاليزيشن، بتحتاج بعد كده لريهابليتيشن تمام. هنا في اشكال للفراكتشر مثلا او انواع او تايبس ليها. هنا في complete fracture وفي incomplete fracture. الcomplete fracture زي ما احنا شايفين كده قدامنا ان هو ممكن يبقى ماسك من اول ال head of bone تمام لغاية الحرف بتاع البون نفسه تمام، الحافة بتاعة البون، ده بسميها اللي هو ايه complete fracture. هنا في incomplete fracture اللي هو ممكن يبقى بادئ من ال head of bone تمام لغاية ايه جزء صغير منها كده، فمكملش لغاية الاخر او ما وصلش لغاية الحافة بتاعة البون او حرف البون، فبقى سميها اللي هو ايه incomplete fracture. اوكي برضو هنا في نوعين تانيين من types another types of fracture، زي closed fracture و open fracture. الclosed fracture معناه ان حصل fracture للبون تمام، ولكن جوه السكين نفسه تمام، ما عملش قطع لاي حاجه، يبقى البون بس هو اللي ايه اللي حصل له الكسر. طيب الاوبن فراكتشر بقى من اسمها كده معناها ان البون نفسها حصل لها فراكتشر وقطعت واخترقت الايه السكين، اخترقت السكين وقطعت السكين، خرجت بره تمام، بقت واضحه كده، بلاقي البون خارجه كده من السكين تمام، وفي نفس الوقت قطعت برضو blood vessels، قطعت نيرف، قطعت كل حاجة قبلتها، علشان كده أنا بسميها ايه bone أو open fracture تمام. يبقى البون اتكسرت، وكمان بعد ما اتكسرت قطعت الايه السكين وقطعت blood vessels وقطعت النيرف، قطعت كل حاجة ما قبلها، علشان كده بسميها ان هي ايه open fracture. يبقى احنا خدنا دلوقتي يا اما بيبقى فيه complete fracture او incomplete، يا اما بيبقى فيه minor fracture او complex fracture او closed fracture او open fracture. طيب في هنا برضو اشكال تانية، دي لمعلوماتكم يعني. ان طبعا هنا النورمال بون زي ما احنا شايفين بيبقى الشكل الطبيعي بتاعها اهو، دي نورمال بون. طيب لو الفراكتشر جه بشكل ان هو كسر عرضي كده بالعرض تمام وقسمها نصين، يبقى ده اسمه ترانسفيرس، ترانسفيرس فراكتشر. طيب لو الفراكتشر جه بشكل ان هو مايل كده شويه، يبقى ده اوبليك فراكتشر. طيب لو الفراكتشر جه بشكل ان هو حلزوني كده تمام، يبقى اسمه سبايرال فراكتشر. طب لو الفراكتشر حصل والبون نفسها اتقطعت او لكذا جزء كده، او اتكسرت في كذا جزء تمام، او اتفتتت، ده بسميه كومنيوتد فراكتشر، كومنيوتد فراكتشر. وده طبعا بيبقى في الحوادث الكبيره قوي، بلاقي ان البون نفسها بتبقى او حد وقع مثلا من مكان عالي، يبقى كومنيوتد فراكتشر. طيب لو البون اتقطعت او اتكسرت لثلاث اجزاء زي ما احنا شايفين كده، لاجزاء،
يبقى اسمها segmental fracture. لو ال head of the bone هي اللي اتكسرت بسميها avulsed fracture. لو البون حصل له زي شرخ كده تمام في الهيد بسميه impacted fracture. لو البون البوزيشن بتاعها او الالايمنت بتاعها اتغير شكله نتيجة برضو طبعا لضغط معين او لكسر او لحد مثلا اتصدم او اتخبط خبطة جامدة مثلا في حائط او كده، او وقع من مكان مرتفع، او وقعت عليه حاجة تقيلة، ممكن يغير من البوزيشن والشكل بتاع البون، فبسميه تورز فراكتشر. طيب اخر حاجة ودي اسمها جرين ستيك فراكتشر. النوع دوت من الفراكتشر ده بيبقى مشهور جدا في الاطفال، وبسميه كسر العصا الخضراء عشان هي حتى من اسمها اسمها جرين ستيك. كسر العصا الخضراء لان الاطفال بيبقى البون بتاعهم لسه ضعيف وطري تمام، فما بيتكسر جزء فيه لكن الكسر ما بيوصلش لغاية الاخر تمام، زي الجريدة النخل كده تمام، بتتني ولكن مش بتتقطع او مش بتتكسر، فعشان كده انا بسميه الجرين ستيك او كسر العصا الخضراء تمام. يبقى احنا هنا شفنا اشكال كتيرة جدا للفراكتشر، وشفنا تايبس منها زي ما احنا قلنا، يا اما بتبقى فيه ماينور ودي بتحتاج ل جبائر، او الكومبلكس ودي بتحتاج لسيرجيكال انترفينشن او هوسبيتاليزيشن، او طبعا الماينور في الاول زي ما انتوا اخدتوا قبل كده في العملي، وكان الدكتورة ايه شرحت لكم الكاست والتراكشن تمام. فممكن في الماينور نحتاج لكاست تمام، في الميجور بقى او في الكومبلكس ممكن نحتاج لتراكشن، ونحتاج طبعا لسيرجيكال انترفينشن، ونحتاج لرهابليتيشن. خدنا برضو نوعين اللي هما الكلوزد فراكتشر والاوبن فراكتشر، وعرفنا ان الاوبن ان هو من اسمه كده ان هو البون خرجت بره المكان بتاعها خالص تمام، وقطعت السكين وقطعت البلود فيسلز وقطعت النيرف، قطعت كل حاجة ما قبلها تمام، وخرجت برة عن السكين بتبقى واضحة وباينة. وفي اللي هي الكلوزد اللي هي الكسر الداخلي. في ايه تاني قلنا؟ ماينور وكمبلكس واوبن وكلوزد، وايه تاني؟ وكمبليت وان كمبليت. طيب ايا كان اي نوع من الانواع ديت، فاحنا هنعرف ايه هي الساينز اند سيمتوم اوف الفراكتشر اند ديسلوكيشن. الفراكتشر زي ما احنا عارفين او قلنا قبل كده ان هو بيحصل كسر بيبقى للبون، الفراكتشر بيطلق على البون، والديسلوكيشن بيطلق على الايه؟ على الجوينت المفاصل تمام. يعني انا ما اقدرش اقول حصل خلع للبون، ما اقدرش اقول حصل ديسلوكيشن للبون، لا، الديسلوكيشن بتبقى للجوينت للمفاصل، والفراكتشر بتبقى للايه؟ للبون. طيب لكن الساينز اند سيمتومز هي شكلها واحد ايا كان حصل فراكتشر او ديسلوكيشن. هلاقي طبعا البيشنت بيشتكي من ايه؟ من بين، بيبقى فيه الام شديده جدا تمام في المكان اللي حصل فيه الفراكتشر او الديسلوكيشن. بعد كده هلاقي فيه سويلنج، بدا المكان يورم تمام، لان البون طبعا او الجوينت خرج عن مكانه. هلاقي فيه تندرنس، احساس بالالم شديد جدا اللي هو زي ما احنا قلنا بين ان تاتش، يعني يجي حد يلمس، لا مش قادر حد يلمسه خالص في المكان اللي حصل فيه الفراكتشر او ديسلوكيشن. طيب وبعد كده يبقى فيه ديفورميتي. ديفورميتي يعني ايه؟ تشوه في الايه؟ في المكان، يعني يبان ان الايد او الرجل مش بشكلهم الطبيعي. طبعا نتيجة لده كله بيحصل limit range of motion. رام يعني range of motion اللي هو معدل الحركة، الشخص ده مش قادر يحرك ايديه، مش قادر يحرك رجليه، مش قادر يحرك المكان اللي حصل فيه الايه؟ الفراكتشر او dislocation. بعد كده بيجي احساس برضو بالستيبنج. ستيبنج يعني اكن حد بايه؟
بيشك بدبوس كده، بيحس بيه نغزات او حاجه بتشكه. بعد كده كريبتس اللي هو لما البون بيتكسر، فنتيجة للاحتكاك بتاعه بيعمل صوت، فالصوت ده بسميه ايه؟ كريبتس. تمام. يبقى الساين اند سيمتوم اوف فراكتشر اند ديسلوكيشن بين سويلينج تندرنس ديفورميتي ليميت رينج اوف موشن ستيبنج اند كريبتس. ادي اشكال هنا مثلا في سويلينج، هنا في ديفورميتي، تمام، برضو هنا في ديفورميتي، هنا في تشينج في الايه، في السكين كولر نتيجه للفراكتشر او ديسلوكيشن. من الدياجنوستيك تيست اللي احنا كنا تطرقنا لها في الجزء الاولاني، اول حاجه طبعا اي حد يحصل له فراكتشر لازم يتعمل ايه؟ يعمل اكس راي. الاكس راي الستاندرد اكس راي اللي احنا قلنا عليها دي عباره عن اكزامينيشن يوجوالي فيجوالايز البون فراكتشر، زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، بتبين لي لو في بون فراكتشر، شوينج بون مال الاينمنت بتبين لو البوزيشن بتاع البون مش في وضعه الطبيعي، اور ديسربشن اي مشكله حصلت في البون. تمام. يبقى اول حاجه اكس راي اكزامينيشن او ستاندرد اكس راي. تاني حاجه ممكن اعمل ايه؟ سي تي اللي هو الكمبيوتد توموجرافي، مي بي نيدد تو هيلب ديتكت الفراكتشر، بيساعد عشان يحدد لي الفراكتشر خصوصا في الكومبلكس اريا اللي هي في الهيب اند بلفيس. تالت حاجه اعمل ايه؟ ماجنتيك ريزونانس ايميجينج ام ار اي. تمام. واحنا شرحنا الحاجات دي بالتفصيل. الام ار اي از يوسفول ان ديتيرمايننج ذا اكستنت اوف اسوشييتد سوفت تيشو دامج. يبقى الام ار اي بتفيدني كمان ان هي بتبين لو في دامج حصل للايه؟ للتيشو. تمام. طيب ادي كده اشكال، ده شكل فراكتشر، ادي البون اهوت واضح جدا في الاكس راي. طيب بعد كده لو الشخص اللي حصل له الفراكتشر دوت ما اخدش الميديكال انترفينشن المظبوط، هيدخل في كومبليكيشن اوف الفراكتشر، كومبليكيشن اوف فراكتشر، مضاعفات الفراكتشر. اول حاجه اللي هي نيورو فاسكولار كومبليكيشن، نيورو فاسكولار كومبليكيشن. النيورو فاسكولار فاكرين في السلايدز الاولاني اللي احنا اتكلمنا وقلنا ان احنا لازم نعمل نيورو فاسكولار ايه؟ تشيك او اسسمنت. يبقى نيورو فاسكولار تشيك ار دان، لازم مهم جدا ان انا اعملها عشان تو ديتكت الابنورماليتيز، اي ابنورماليتي حاصله اقدر ان انا اعرفها، مثلا زي ديكريز اور ابسنت بالس. فاكرين الفايف بيز اللي احنا قلناها كان فيها ان انا لازم اشوف البالس، يبقى لازم اشوف ايه البالس، مهم جدا عشان احدد اذا كان البالس ده موجود ولا لا، عشان ده هيديني انديكيشن للسيركيوليشن والبلاد فيسلز اتقطعت ولا لا. تمام. بعد كده هشوف كولي سكن، هل السكن التمبريتشر بتاعته والتمبريتشر مظبوطة ولا الجلد ايه؟ بارد وسائع. تمام. معنى كده ان السيركيوليشن حصل لها مشكلة. بعد كده هشوف، اسأل البيشنت ده لو عنده نامبنس او تينجلينج. نامبنس يعني تنميل في الاطراف، او تينجلينج يعني حاجة زي وخز الدبابيس كده، او اساسا مش حاسس بحاجة، عنده ديكريس في السنسيشن اند موبيليتي، مش قادر يحس بحاجة، مثلا بدوس بدبوس او بضغط مش قادر يحس ولا قادر يحرك الايه الاطراف. ده كله بيبين ايه؟ انديكيت نيورولوجيكال التريشن، بيبين ان في مشكلة في النيورو سيستم. تمام. طيب these findings should be reported in the to the physician promptly. الفايندينج دي او الحاجات اللي انا هتوصل ليها ديت، تمام، بالنسبة للبلس، بالنسبة للتمبريتشر، بالنسبة للنمبنس، للتنجلينج، للسنسيشن، للموبيليتي، اوكي، دي لازم اعمل ريبورت ايه للفيزيشن بيها. طيب تاني كومبليكيشن او كومبليكيشن نمبر 2 اللي هو الهيموريج.
طبعا نتيجه لان البون is highly vascular، البون مليان بالاوعيه الدمويه، واي دامج للبون او اي فراكتشر للبون او سيرجري للبون تمام، وخصوصا لو كان الفراكتشر ده او السيرجري ده في لونج او في لارج لونج بون، في بون بيكون كبير، طبعا لازم اتوقع كميه من الهيموريدج او البليدنج بتكون كبيره جدا تمام. في الحاله دي يعني لما بيحصل ده طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه ده ممكن اصنفه ايه، ان هو open fracture، لان هنا حصل open للسكن وحصل cutting للblood vessels والنيرف وكل حاجة بشكل الهيموريج الفظيع اللي انا شايفاه دوت. طيب في الحالة دي لازم اعمل assess for bleeding، مهم جدا ان انا اعمل stop للبليدنج عن طريق ان انا بجيب dressing وبعمل direct pressure على المكان اللي فيه البليدنج، وبعمل مونيتور للفيتال ساينز كيرفولي، لازم اشوف البلس والبلاد بريشر مهمين جدا في الحالة دي طبعا، لغاية ما الشخص ده بيتنقل عن طريق الاسعاف. طيب برضو من الكمبليكيشن بتاعة الفراكتشر اللي هي الانفكشن، تروما بريديسبوز ذا بودي تو انفكشن، اي خبطة اي اكسيدنت ممكن تعرض البادي ان هو يحصل له ايه انفكشن، especially when the skin اللي هو الفيرست ايه لاين ديفنس للايه للبادي. السكن طبعا هو الجهاز الاول اللي بيحمي الجسم كله من اي انفكشن، فلو في قطع للسكن او اكسيدنت او اي تروما باي شكل فممكن يعرض الايه البادي انه يحصل له انفكشن. برضو لو الشخص ده حصل له ووند ممكن يحصل له ووند انفكشن، او مركب بين سايت انفكشن، مسامير درينج تيوب انفكشن، مركب درين تمام من ووند ولا حاجه، الدرينج من ووند ممكن تعمل له ايه انفكشن. اند اوستيومايلايتس اللي هو بون انفكشن، يحصل له بون انفكشن اللي هو تلوث للبون نفسه، ودي بسميها اوستيومايلايتس، دول كلهم بيبقوا ايه مور كومن. طيب في برضو من الكومبليكيشن حاجه اسمها ثرومبو امبوليتيك كومبليكيشن، ثرومبو امبوليتيك كومبليكيشن، ديب فين ثرومبوزس اور بالمونري امبلس كان ديفلوب ان بيشنت هو ار اموبايل بيكوز اوف تروما اور سيرجري. طبعا احنا عارفين ان الشخص اللي هو بيقعد فترة طويلة ما بيتحركش اموبايل نتيجة ليه تروما او سيرجري تمام، ده بيبقى اكثر عرضة ان يحصل له ديب فين ثرومبوزس اللي هي الجلطات تمام. الجلطة دي ممكن تعمل لي ايه بالمونري امبلس، ممكن تخلي الامبلس نفسه يوصل للايه او للرئة تمام، فيحصل لي pulmonary embolus. Thromboembolic complication are the most common problem of lower extremity surgery، خصوصا المرضى اللي هم بيكونوا عاملين عمليات في الايه اللور اكستريميتي في رجليهم مثلا تمام، في الاجزاء اللي هي اللي تحت وما بيتحركوش، فممكن يتعرضوا لحاجه اسمها thromboembolic complication، يعني حدوث جلطات في المكان ده، والجلطة دي بتمشي مع السيركيوليشن تمام وتوصل لغاية الايه اللنج. يبقى هنا more common most common problem of lower extremity surgery or trauma and the most fatal complication of musculoskeletal surgery، دي بعتبرها most fatal complication يعني مضاعفات يعني خطيرة جدا ممكن تعرض الشخص ده لايه لان هي تموته، particularly in the older adult خصوصا الناس اللي هم الكبار في السن. في الحالة دي لازم اعمل leg exercise تمارين للقدم، early ambulation لازم اخلي البيشنت ده يتحرك بقدر الامكان في اقرب وقت، and anticoagulant therapy لازم ياخد ايه علاجات مضادة لايه للتجلط، لان انا مش عايزة اعمل جلطات او مش عايزه اخلي يحصل تكون للجلطات تمام، فلازم ياخد انتي كواجولانت
لازم ابدا اخليه يعمل ليج اكزرسايز بطريقه ان هو ان انا اساعده فيها بطريقه باسيف مثلا او اكتيف ليج اكزرسايز، وايرلي امبيوليشن هو يتحرك بقدر الامكان في اسرع وقت. طيب في حاجه اسمها برضو من الكومبليكيشن اكيوت كومبارتمنت سيندروم. اكيوت كومبارتمنت سيندروم is a serious problem، دي مشكلة خطيرة جدا، which the pressure within one or more extremity compartment increase. يعني دي الأكيوت كومبارتمنت سيندروم دي مشكلة خطيرة، تمام، لأن البريشر الضغط اللي هو بيبقى على الليج نفسها أو على الإكستريميتي، تمام، ممكن يزيد. يعني مثلا واحد حصل له فراكتشر بعد كده عمل كاست، تمام، الكاست ده بيبقى مجموعه من الدريسنج وطبقات من الجبس فوق بعضه، تمام، فده بيبقى بريشر على جامد جدا على الاكستريميتي وعلى السيركيوليشن. طيب البريشر دوت بيعمل ايه؟ كوزنج ماسيف سيركيوليشن امبيرمنت تو ذا اريا، بيأثر على السيركيوليشن، تمام، اللي هي رايحة للمكان دوت. An external device such as a cast زي ما انا بقول كده or bulky dressing، كمية من الدريسنج كتيرة جدا، can increase the pressure، يبقى المكان ده عليه pressure جامد جدا، تمام، المكان اللي فيه fracture عليه pressure جامد جدا، pressure ده جاي من الكاست او من البلك of dressing اللي محطوط عليه، تمام، فبالتالي بيأثر على السيركيوليشن. When there is a tissue swelling or compression to the area، تبدأ التيشو يحصل لها swelling، تمام، يبدأ يحصل ايه compression على الايه على الاريا نفسها. طيب the patient report، يبدأ البيشنت بعد فترة يقول ايه، يقول انا حاسس ان في severe increasing pain، حاسس بألم شديد جدا، that is not relieved with narcotic and occurs more on active movement than passive movement. يبدأ البيشنت يشتكي بان هو عنده سيفير بين في المكان اللي هو فيه الدريسنج دوت، تمام، والبين دوت ما بيروحش باي ايه ناركوتكس اي مسكنات، تمام. طيب حتى البين دوت يحصل مع ايه occur more on active movement than in passive movement، لما يبدأ يتحرك شوية، تمام، او يحرك رجليه او المكان اللي هو عامل فيه الكاست ده، يبدا يحس بالام شديده جدا. تاني مرحله بيدخل في ان هو بيحصل له decrease sensation follow before ischemia becomes a severe. طيب المرحله الثانيه ان هو بيدخل في ايه في decrease sensation، decrease sensation ده بيكون نتيجه ايه الاسكيميا، لان خلاص ما فيش circulation واصله للمكان دوت، فبيحصل ايه decrease blood flow للمكان، بيعمل لي ايه اسكيميا، تمام. In severe acute compartment syndrome the patient had the 6 APs. في الacute compartment syndrome، تمام، السيفير في الحالات الخطيره جدا، البيشنت بيشتكي من الست نقط دول، ان هو بيبقى عنده بين، تمام، severe and increased with passive stretching، البين ده بيبقى خطير جدا وبيزداد مع الباسيف stretching لما بيبدأ يحرك او يعمل passive exercise. paresthesia اللي هو painful or burning، تمام، احساس بالحرقان شديد جدا، الام شديدة جدا. paralysis اللي هي بتبقى ليت سيمتوم، بتبدا ما يقدر مش عارف يتحرك بقى خالص، شلل. بالور but there may be warmth or redness over the area، الاقي الجلد شاحب جدا لكن حوالين الاريا الاقي سخنه، المكان سخن جدا معناه ان في انفلاميشن، او ريدنس او احمرار. بلس ليسنس بيبدا يفقد ايه مفيش، لو انا جينا نحس البلس في المكان دوت القريب من المكان اللي فيه المشكلة هلاقي مفيش ايه بلس، بلس ليسنس. بعد كده ايه بايليكوثيرميا اللي هي ان المفروض ان التمبريتشر بتاعة الجسم بتاعنا
تبقى matching بالانفايرومنت، لكن في الحالة دي بيبقى الاكستريميتي is cold to touch، ساقع جدا وبارد جدا اللي هو ايه الاطراف كلها. تمام. طيب اعمل مانجمنت ازاي للاكيوت كومبارتمنت سيندروم؟ ريليف اوف بريشر از ا جول، اهم حاجة بالنسبة لي لازم اشيل البريشر، اشيل افتح شوية الكاست اللي محطوط دوت، افتح شوية البالك اوف دريسنج اللي محطوط دوت. تمام. and it may be accomplished by removing the source of pressure، لازم اعمل removing، ودي نقطة مهمة، للمكان اللي فيه الايه البريشر، by performing a physiotomy. physiotomy ده اسم البروسيجر اللي هو هيتعمل، او العملية اللي هيتعمل اللي هتتعمل علشان تقلل لي الايه البريشر اللي هو حاصل على او اللي ضاغط على المكان. الفيزيوتومي الديفينيشن بتاعها is an incision، فتحة into the fascia that includes the compartment. يبقى الفيزيوتومي الديفينيشن بتاعه هو عبارة عن incision، فتحة قريبة من المكان اللي حاصل فيه الكومبارتمنت دوت او الضغط دوت. فتحة في ايه؟ في الفاشيا، في السكين نفسه. تمام. ده this incision allow the compartment، الفتحة دي بتخلي الكومبارتمنت تيشو روم to expand and relieves the pressure، ان هي تبدأ يقل من عليها البريشر شوية ويوصل لها circulation. بالبلدي كده بيقولك عملوا شباك في الايه في الـ في الـ في الـ في الجبيره. شباك يعني ايه؟ يعني اللي هي عمليه الايه الفيزيوتومي، يعني فتحوا جزء من الجبيره علشان يقللوا كميه البريشر اللي هو على المكان، وبالتالي يساعدوا السيركيوليشن ان هي ترجع للمكان الطبيعي بتاعها تاني. if more than one compartment has increased pressure multiple physiotomy are required، ممكن مش بس يعملوا انسيجن واحدة بس في المكان، لا ممكن يعملوا مالتبل فيزيوتوميز. تمام. دي surgical wound remain open، surgical wound دي بتفضل open until the pressure decrease، لغاية ما الضغط يرجع تاني. وهعرف ازاي الضغط رجع تاني؟ عن طريق ان انا هلاقي فيه بلس. تمام. هلاقي السكين temperature بقت نورمال، هلاقي السكين color بقى نورمال. تمام. طب they are closed and may require skin grafting، في الحالة دي ممكن ان انا اقفل الفتحة اللي انا عملتها دي او اتعملت دي وبالسكين جرافتنج، بقطعة من السكين اللي بالجرافت، يعني ان انا عملية ترقية للسكين. طيب ده هيبين لنا اكتر اللي احنا بنقوله. هنفترض ان الجزء دوت اللي هو الاكستريميتي ده اللي كان عليه الكاست. اوكي. البيشنت بدأ هنا في الأطراف يحس ان هو مفيش في بين شديد جدا، مفيش بلس، في كول سكين، والسكين كولر في بالور. تمام. فبيبدأوا يعملوا ايه؟ يفتحوا الفاشيا نفسها، ادي فيزيوتومي اهو فتحت، وهنا فيزيوتومي في السكين نفسه. تمام. بعد كده بسيب وحوالين طبعا الجزء ده كله الايه الكاست اللي معمول او الجبيره اللي معموله. تمام. بعد كده بسيب الجرح ده مفتوح كده وكده بفتحتين كده صغيرين. تمام. عشان بس يعمل ايه زي تنفيس كده او يقلل البريشر اللي هو واصل للبون جوه، وبالتالي السيركيوليشن تتحسن جوه لايه للبون. تمام. بعد كده هوت لما السيركيوليشن بتبدأ تتحسن ببدأ اقفل الجزئية دي تاني بايه بسكين جرافتنج. طب رقم ستة اللي هي فات امبوليزم سندروم. فات امبوليزم سندروم is another serious complication، دي تعتبر برضو مشكلة خطيرة جدا. in which a small fat are released from yellow bone marrow، في فاتس يعني قطع من الفاتس كده بتفرز من البون مارو، بتمشي مع البلاد ستريم. تمام. لغاية ما توصل لغاية الايه اللنج، توصل
مع البلاد ستريم تروح لغاية اللنج، تعمل لي ريسبيراتوري ديستريس، تعمل لي مشاكل جامدة جدا، جلطة في الايه الرئة. تمام. طيب this process most often occur when long bone especially the femoral shift. جلطة الرئة دي more common جدا لما الشخص ده بيكون عنده كسر في الفيمورال بون. تمام. لان دي تعتبر لونج بون وبتاخد وقت طويل جدا في ان البيشنت يبقى immobilized، ما بيتحركش، وبيدريدن، و يعني خطيرة جدا في انه يحصل فات امبوليزم سيندروم. لما الفيمورال شيفت ار فراكتشرد اور وين ذا بيشنت هاز مالتيبل فراكتشر، لما يحصل فراكتشر في الفيمورال بون او لما بيحصل له مالتيبل ايه فراكتشر. The older adult patient with a fractured hip is also at risk او high risk of fat embolism syndrome. طبعا الفيمورال بون ده دايما مور كومن في الاولدر ادلت. تمام. بيحصل او في الهيب فراكتشر دايما بيحصل لهم كسور في الهيب جوينت اللي هو مفصل الهيب او الهيب بون او في الفيمورال اي بون، فبيبقوا اكثر عرضه ان يحصل لهم ايه هاي ريسك فور فات امبوليزم سيندروم. This condition can occur up to 72 hours. الحالة دي بتحصل في خلال 72 ساعة after the initial injury or procedure، بعد ما بيحصل ايه الـ injury ده. طيب من اهم الحاجات اللي انا لازم ابقى عارفاها كويس قوي بالنسبة للمانجمنت اوف فات امبوليزم سندروم، لان دي serious condition و life threatening condition بتهدد الحياة. فأول حاجة لازم أمد البيشنت دوت بـ oxygenation، promote oxygenation by administering oxygen at 2 liter per minute via nasal cannula. يبقى لازم أوصله على طول بنيزل كانيولا، لازم أديله oxygen. تمام. حوالي 2 liter per minute. طيب يبقى كمية الاكسجين لازم توصل له كويس جدا. تمام. عشان الفات امبوليزم سندروم ده بيتأثر على اللنج على طول، فممكن تعمل لي مشكلة في اللنج. طيب فانا بيبقى محتاج البيشنت ده لكمية اكسجين ايه ازيد من المعتاد. تاني حاجة place البيشنت in high fowler position، لازم احطه في high fowler او semi sitting position. تمام. or raise head of bed as tolerated by patient، لازم ارفع راسه من على السرير، ولازم يتحط فيه يقعد في البوزيشن اللي هو نصف جالس، عشان ده يساعد اللنج ان هي تقدر تحصل على الاكسجين بطريقه افضل ويقدر يتنفس احسن. maintain bed rest and keep movement of extremity to a minimum، اخلي البيشنت دايما يبقى في bed rest، يبقى قاعد complete bed rest. تمام. ما يتحركش كتير، ما يحركش الاكستريميتي كتير، علشان كل حركة بتخلي الفات امبوليزم سندروم دوت الفات امبوليزم اللي هي اللي هتعمل الجلطة دي، الفات دي اللي هتعمل الجلطة ممكن مع الحركة تتحرك مع البلاد ستريم اكتر وتروح لأماكن اكتر. فان هو يبقى مينتين بيد ريست دي مهمة جدا. prepare patient for chest x-ray، لازم من وقت للتاني يعمل chest x-ray examination or lung scan عشان اتأكد من ان اللنج ما حصل لهاش مشكلة، يبقى لازم اعمل ايه chest x-ray. بعد كده بعمل prepare patient for arterial blood gases. arterial blood gases اللي هي غازات بالدم. غازات بالدم يعني ايه؟ يعني اخد blood sample من الارتري واشوف فيها الاكسجين، اشوف فيها السي او 2. تمام. اشوف الاكسجين ساتوريشن قد ايه، اللي هي نسبه تشبع الايه كميه الغازات دي في الدم. تمام. عشان اشوف نسبه الاكسجين ساتوريشن ايه جوه الجسم.
بعد كده بعمل administer intravenous fluid as order. لازم طبعا البيشنت ده تكون متعلقه له ايه intravenous fluid. administer corticosteroid as order، لازم اديله ايه كورتيزون. تمام. provide emotional support and calm environment، لازم ان انا اخلي الانفايرومنت اللي حواليه تبقى كالم، ولازم طبعا يبقى فيه ايموشنال سبورت. تمام كده احنا خلصنا المحاضره الثانيه او الجزء الثاني اللي هو الفراكتشر. تطرقنا فيها للديفينيشن اوف الفراكتشر. تمام. وبعد كده دخلنا على التايبس بتاعه الفراكتشر. في انواع كتيره من الفراكتشر، كومبليت او انكومبليت، كلوزد اوبن، او انواع واشكال مختلفه احنا شفناها. تمام. وعرفناها ايا كانت الانواع او الاشكال، فدي signs and symptoms of fracture and dislocation. وعرفنا ان الفراكتشر بيبقى للبون والديسلوكيشن بتبقى للجوينت. اشكال للفراكتشر هنا بيبان في الشكل دوت كده. بعد كده اتكلمنا على الدياجنوستيك تيست بالنسبه لاي حد عنده فراكتشر او ديسلوكيشن. ممكن ان انا اعمل اكس راي، سي تي، ام ار اي. تمام. وبعد كده اتكلمنا على الكومبليكيشن اوف الفراكتشرز، لان دي بتبقى خطيره جدا، وهي دي اللي بتقعد مع الشخص مده طويله لو ما اتعملوش كاست او تراكشن بطريقه مظبوطه. ممكن اهم حاجه بيتعرض لها اللي هي نيورو فاسكولار كومبليكيشنز. تمام. هيموريدج انفكشن، ثرومبو امبوليتيك كومبليكيشن، اكيوت كومبارتمنت سيندروم. وعرفنا الايرلي ساين اند سيمتوم اوف الاكيوت كومبارتمنت سيندروم، دي ليها اعراض لوحدها. تمام. وعرفنا ان البيشنت اللي هو عنده سيفير اكيوت كومبارتمنت سيندروم بيبقى بيشتكي من 6 حاجات، اللي هم بين، باراسيزيا، باراليسيز، بالور، بالسنس، و بايليكوثيرميا، و المانجمنت اوف اكيوت كومبارتمنت سيندروم. هقدر ان انا اعمل ايه؟ هعمل اهم حاجه اللي هو الفيزيوتومي، وبعدين بعد كده من الكومبليكيشن برضو اللي هي فات امبوليزم سيندروم. وعرفنا ان الفات امبوليزم سيندروم ليها مانجمنت لوحدها مهمه جدا، ان انا لازم اقدمها للبيشنت زي الاكسجينيشن والبوزيشن، وان هو يبقى في بيد ريست، وان انا اعمل له اكس راي، وان انا اعمل له ارتيريال بلاد جازس، و اديله انتروفينس فلويد، اديله كورتيزون، واهيئ له ايموشنال سبورت وكالم انفايرمنت. بشكركم جدا لحسن استماعكم، وهنسيب نص ساعه للاسئله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.